النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما لاحظنا، انخفضت درجات الحرارة نهار هذا اليوم وكانت أقل من المعدلات المعتادة، وظهرت كميات كبيرة من السحب والغيوم التي كانت واضحة عبر صور الأقمار الاصطناعية. بعض من هذه السحب كان كثيفا في بعض المناطق، كما هطلت أمطار نادرة فوق الأراضي الفلسطينية خلال ساعات صباح هذا اليوم، وبعض الرذاذ المطري في باقي مرتفعات المملكة خلال ساعات متفرقة من نهار هذا اليوم. خرائط توقعات درجات الحرارة والكتل الهوائية تشير لأن نهار هذا اليوم كان هناك اندفاع لكتلة هوائية ذات تيارات هوائية رطبة وذات درجات حرارة أقل مما هو معتاد عليه في هذا الوقت من العام، تحركت باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وعملت على انسحاب الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة حول المعدلات إلى مناطق شبه الجزيرة العربية. لكن اعتبارا من نهار يوم الأحد تعود مرة أخرى هذه الكتل الهوائية الحارة بالاقتراب من المملكة والوصول إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية منها على وجه الخصوص يعني. وبالتالي كما نلاحظ، نتوقع حدوث ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية والشرقية، في حين مناطق غربية المملكة ترتفع بها درجات الحرارة إلى مستوياتها المعتادة ويعود الطقس يصبح صيفيا معتادا، كما سنلاحظ عبر توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة. كما نلاحظ الأحد 31، الاثنين 32، والثلاثاء أيضا 32 درجة مئوية. الأجواء مستقرة مشمسة صيفية عادية في ساعات النهار، وتكون في ساعات الليل الأجواء معتدلة بشكل عام وتعود درجات الحرارة مستوياتها المعتادة. بالعودة إلى الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة عمان فالأجواء تكون صافية بوجه عام، ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. يبقى الطقس رطبا فوق المرتفعات الجبلية مع ظهور بعض السحب والغيوم المنخفضة هناك، وقد يستدعي الأمر أيضا في تلك المرتفعات لبس ملابس أكثر ثقلا بسبب الأجواء التي قد تميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأ أهم من الشمال في إربد 32 إلى 23، 31 إلى 21 في عجلون، 34 إلى 25 في جرش، و34 إلى 25 أيضا في المفرق. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 31 إلى 23، في الزرقاء 35 إلى 26 درجة مئوية، ترتفع في البحميت إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 31، في مأدبة من 33 إلى 24، وتكون في السلط حوالي 32 إلى 23 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 31 إلى 22، 30 إلى 22 في الطفيلة، في الشرق من 28 إلى 19، في معان من 34 إلى 24، وفي العقبة ترتفع العظمى إلى 39 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 31 درجة مئوية. شرقا في الرويش 38 إلى 28، في الصفاوي 38 إلى 27، وكذلك الأمر في الأزرق. هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.